بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حلقة اليوم مرتبطة بالحلقة السابقة التي هي رسالة بمناسبة موسم الامتحانات، وهي تحت عنوان: عند الامتحان يعز المرء أو يهان. إن موضوع الامتحان ليس معزولا عن قضايا التعليم الأخرى، وإنما هو مكون مرتبط بها ارتباط ماسة يرتبط بمدة الدراسة ونظامها ومقرراتها وكتابها المدرسي وغيرها. هي أمور لا ينفك بعضها عن بعض. وحيث إن موضوع الساعة هو الامتحان، والحديث هو حديث عن موسم الامتحانات، فإننا نذكر فلذات أكبادنا التلاميذ والتلميذات بهذا الشعار الذي كان مقولة قديمة تتردد في ردهات المدارس والمعاهد ولدى الطلبة والطالبات. هذا الشعار هو: في الامتحان يعز المرء أو يهان. ومعناه أن الممتحن إن كان على مستوى جيد من التحصيل فإنه لن يجد أي مشكل في الامتحان، بل إن الامتحان سيرفعه ويصبح عزيزا. أما إن كان على عكس ذلك فإن الامتحان سيفضحه ويهينه ويكشف مستواه الهزيل، ويزداد العز سموا والإهانة اتضاعا، أن الامتحان في ذلك الزمان لم يكن إلا مرة واحدة في نهاية السنة، فإما نجاح وفوز أو رسوب وخسران، ولم تكن هناك مكانة وسطى ولا منزلة بين المنزلتين. ونظرا لسوء فهم في المعالم الصحيحة لمنهجية الدراسة عموما لدى المتعلم، فإن الامتحان لم يعد ذلك المرتكز الحاسم في المنظومة التربوية، ولم تعد له تلك الحرمة التي تجعل منه محطة أساسية تشجع على الإبداع والتكوين السليم والتحصيل الوجيه، بل أصبح تكتنفه مشاكل عويصة تكون عائقا حقيقيا في المسيرة التربوية التعليمية. ومن أخطر هذه المشاكل مشكل الغش، والغش قد يصحب التلميذ منذ المرحلة الأولى في التعليم عندما يتغيب عن الدراسة فيدلي بمبررات غير صحيحة تشفع له لاستئناف دروسه، وقد يصحبه أثناء الاختبارات والفروض الفصلية. الغش قد يطبع مسار التلميذ الدراسي في بيته مع أسرته حين يتملص من المذاكرة والإعداد القبلي والبعدي، وحين ينجز واجباته المنزلية نسخا ونقلا لاعتمادا على النفس، وهكذا يتطبع مع هذا السلوك المنحرف الخطير الذي يستصحبه معه إلى قاعات الامتحانات. وقد أجمع أهل التربية والتعليم على أن المنهجية الصحيحة في الدراسة لدى التلميذ هي التي تساهم في محاصرة ظاهرة الغش في الامتحانات، والتي غالبا ما يكون سببها هو سوء التعامل مع الدروس أثناء مرحلة التحصيل والإعداد. فغياب منهجية سليمة في الدراسة
تجعل جل التلاميذ يفاجؤون عند اقتراب الامتحانات بوجود كم هائل من الدروس لا قبل لهم بها تتراكم عليهم، والتي هي بحاجة للفهم والتلخيص والحفظ، فلا يستطيعون مواجهة واقعهم المرير إلا باللجوء للطرق الملتوية من غش وتدليس. والمشكل أن هذا الغش يتم اليوم بوسائل خطيرة وحديثة، ويهدر في سبيله مال وفير ووقت ثمين حبذا لو أنه استثمر للمذاكرة والاستعداد الجيد. والغريب أن هذا السلوك الشائن والمنحرف وهذه الحيلة التي عمت وطامت كل الأرجاء وتصيب كثيرا من الممتحنين، لا يزال الناس يستبعدون أن يكون غشا فيتعايشون معه ويمارسونه كأنه من المباحات وليس من المحرمات ولا من المنكرات، وذلك بدعوى طول المقررات وتشعب المواد الدراسية وتراكم الدروس المطلوب إنجازها، وأنه امتحان يخص الترقي الاجتماعي في الحياة الدنيا ولا دخل للدين فيه، وهذا خطأ كبير وهو من تبليس إبليس لعنه الله. ولذلك ننبه إلى أن الغش في ديننا وشريعتنا وحتى في قوانين الناس من التصرفات الفاسدة المنهي عنها فصلا وفصلا، فليس هناك في دنيا الناس من يبيح الغش. كيف ذلك؟ كيف يباح؟ والكلمة نفسها الغش بجميع تصاريفها تدل على معاني قبيحة وخبيثة، فمن معانيها تقول يغش أي يظهر خلاف ما يضمر، وهو يعني النفاق، ومعناه كذلك أن يزين له غير المصلحة، وأن يخدعه تقول غشه أبعده عن مصلحته. الغش هو ضد النصح، وهو الحقد، وهو الخيانة، وهو سواد القلب، وهو عبوس الوجه، وهو الكدر أي التغير في كل شيء. وكلمة الغشاش والغشاش تعني أول الظلمة وآخرها، والمغشوش غير الخالص، فالكلمة إذن تكاد تجمع كل الشرور والمفاسد. ولذلك فإن هناك قوانين صارمة تحارب هذه الظاهرة وتعاقب عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش نهيا قاطعا في أحاديث جامعة مهمة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وقوله من غش فليس مني، وقوله من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. والنهي يعم كل غش وكل خديعة وكل مكر في أي مجال، في أي مجال كان وفي حق أي شخص. والغش في الامتحانات خلق ذميم ومحرم، سواء كانت مادة الامتحان أدبية أو شرعية أو علمية أو فرنسية أو ألمانية أو تقنية أو غيرها، لعموم الأحاديث التي استمعنا إليها من غش فليس مني أو من غشنا فليس منا. والطالب الذي يجتاز الامتحان يحصل على شهادة بموجب هذا الامتحان، وبموجب هذه الشهادة
يتولى مسؤولية في قطاع من القطاعات العمومية أو الخصوصية كالهندسة والطب والتعليم والإدارة وغيرها، ويصبح مؤتمنا على ما يتولى عليه، وهل يصح له أن يتولى عملا يأخذ عليه مقابلا وأجرا وهو إنما حصل عليه بالغش والحيلة؟ فهذا ظلم لنفسه وخيانة لعموم الأمة، ولذلك فإن الغش في الامتحان أعظم من الغش في غيره من المعاملات، وكل المحرم. فيا طالب العلم ويا طالبة العلم، أيها الأستاذ، أيها المعلم، أيها المربي، أيها الآباء، أيتها الأمهات، هذه رسالتنا جميعا، هذه مسؤوليتنا. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في مدارسكم ومعاهدكم وجامعاتكم، اتقوا الله في أمتكم، فأنتم تعلمون جيدا المستوى الحقيقي لتعليمنا، وتعلمون أحوال متعلمينا وكيف أصبح مصيرهم. فمن اتقى الله تعالى بارك الله له في علمه، ونور له عقله، وشرح له صدره، وفتح بصيرته، ويسر أمره، ونفع به مجتمعه، وأسعد به أمته، ونال خير الدنيا وثواب الآخرة. والله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاليسر والتسهيل دائما مع تقوى الله تعالى. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوب تلامذتنا على الحق، وألسنتهم وأقلامهم على الإجابة الصحيحة، ونور تفكيرهم وبصيرتهم. آمين، والحمد لله رب العالمين.